أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا ليوم الخميس 8/9/2016. بالأمس سقطت أمطار رعدية مع برد على خطم الشكلة في مدينة العين، وإليكم صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم، حيث تشير إلى وجود سحب متفرقة على بعض المناطق من الدولة. ننتقل معكم مشاهدينا إلى الخارطة السطحية المحللة، حيث نلاحظ وجود الامتداد المنخفض الجوي على جنوب شرق شبه الجزيرة العربية ممتدا إلى الدولة. تصاحبه رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على السواحل، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على المناطق الداخلية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. والطقس حارا بوجه عام ومغبرا إلى غائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق، وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية يتخللها بعض السحب الركامية بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط الأمطار، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا. ننتقل معكم مشاهدين لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. نلاحظ في السواحل في أوائل الأربعينات، أما الحرارة الداخلية في أواخر الأربعينات، والجبلية في أواسط 30 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي، حيث يكون متوسط الموج قد يضطرب أحيانا خاصة شمالا. أما الحال في بحر عمان فهو مضطرب الموج، لذا يحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل من ارتياد البحر نظرا لاضطرابه. طقس الغد، يكون الطقس حارا بوجه عام ومغبرا إلى غائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق، وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية والجنوبية يتخللها بعض السحب الركامية بعد الظهر، يصاحبها سقوط بعض الأمطار. والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحيانا في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعة الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة، وفي أمان الله.